اذكر مكون رئيسي بطبخة اليوم. إذا حابين تهدون محمد الطوالة ومحمد المسردي 200 نقطة شاركونا الجواب أسفل هذه التغريدة مع تاج البزنس. أما إذا حابين تعطونها راكان أو أنس الميموني ونقول ألف 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 مبروك مبروك 200 نقطة للفريقين يستاهلون 200 نقطة. تمام تغريدات عدد 3000 تغريدة الحمد لله للفريقين، الفريق هذاك 3 والفريق ذا 3000 تغريدة الحمد لله. فضل الله سبحانه وتعالى والله يوفقكم إن شاء الله. فضل الله سبحانه وتعالى. لبيك. ها التاريخ هجري كم عشان الزبادي؟ ويش تاريخ هجري اليوم كم هجري؟ عشرين. كويس يلا باقي خاطر اثنين نقاط لكم. ايوه للمجموعه كل مجموعه اخذوا. لبيك خلصت. لبيك لبيك يا الغالي. لا يا عيال ما داني البس صادق. الله يكثر خيرك. انا اسف. الله يعل ولد من طعمه. يعل ولد من طعمه فعلا. هكرتهم. القوا وين يا عيال ثانيين مدري وين راح. هذا ايوه لا هم. طيب نبدا تقييم. شغل الشاره وخذ نظره على الاطباق لين ما خلص التقييم. ولا يا حون جام والله. شوف طيب مو لازم جام ده شلون مو لازم. هذا انتم احنا كلنا حلو. مكرونه جد سبحان الله. حط الحبه في قلوبنا كلنا. الله لا طيب لا تستقيم. حط الكاميرا علينا. التقييم يا شباب. شباب التقييم يا شباب. محمد تعالوا. التقييم يا جماعه محمد المسردي ومحمد الطوالة اخذتوا على التوقيت 400 وعلى الشكل 400 وعلى الطعم 300 من اصل 800 وعلى النظافه خذيته 300 من اصل 400. الاجمالي 1000 نقطه اخصم منها 1000 السعر الشرائي. طلعتوا بالسائل وما تطلعين الا تسددون 200 نقطه خذيتوها. اي طلعوا لا لا طلعوا 100 نقطه. والله صادق. النظافه الطعم لا النظافه من قبل لا تجي. عادي ما احد. طيب الفريق الثاني راكان السهلي وانس اخذوا على الوقت 600 وعلى الشكل 600 وعلى الطعم 200 من اصل 1200 وعلى النظافه 600 طلعوا ب 1000 نقطه خصم منها قيمه اشتراية 1500 نقطه. سالب 500 على كيفك. جاي تحتلنا وتمشي. ليه؟ كيف الكلام هذا؟ ليه؟ بعدين كيف 300 من اصل 300 من اصل 600؟ ريان عند الحق. ريان عند الحق. عد الحق واحد اثنين. طيب مبروك فريق محمد المسردي ومحمد الطوالة خذوا على الوقت 400 درجة كاملة وعلى الشكل الدرجة كاملة 400 وعلى الطعم 100 نقطة زودناها لكم وعلى النظر 800 نقطة. مبروك على الطعم. الجملة بسرعة كم نهاية كم 2000 نقطة. تستاهلون تستاهلون.
راحت راحت كانت في نظارة كانت راحت لا وش اللي أنا بس بس شكرا طيب أنس أنس وركان خلوا على يا ما نقدر نشيله وشنو من؟ هو سأل أنا ما أقدر أشيل أنس لا أنس شلو والله ما بيني حيل يلا أحاول أخذتوا 600 على الوقت وعلى الشكل 600 وعلى الطعم 1200 وعلى النظافة 600 والمجموع 3000 وتنتهي فقرتنا فقرة مقادير مع التيم الفنان يا حلال وانكم معي برا يعني شوف سعد احنا معك هنا برا لا الحين يلا مشينا هرب يلا وما جاكم عندي الى هنا وتنتهي فقرتنا فقرة مقادير اتمنى انها نالت على اعجابكم ها روح روح انساب احنا ترك الوكاد يا اخوان ودعناكم الله وفي حفظ الرحمن ونلتقيكم في فقرة أخرى يمكن نلتقيكم ويمكن ما نلتقيكم لا دكما يا ريال شغل إشارة إبراج بسرعة أنا نيت هاليوم ماش لا والله والله أني معكم والله أني معكم والله بسعدكم ودعناكم الله خلكم نفس مكانكم بيأخذوا لكم لقبة يلا إيه الحياة يا أخوان هي كذا الحياة يوم لك ويوم عليك صح ولا لا؟ لا بسم الله بسم الله الأمور بسيطة الأمور بسيطة والدعوة ما هي دكا ما هي دكا هد هد صالح عندي يقول ترى الله لا لا بسم الله بسم الله نظرتين ايه مليفة ما تردها وشو والله انت رجع لك للتكبر اسمعني والله ما ترجع اسمعني 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 من أبوي صحي إلى هنا وتنتهي فقرتنا فقرة مقادير لا نقول وداعا بل نقول إلى اللقاء ودعناكم الله يا أخوان